الصوم الأربعيني المقدس في كل عام يأتي في مثل هذا الوقت ليحمل معه العديد من المعاني الروحية المرجوة في هذا الزمن، ففيه تبتهل الروح وتتقدس بعيداً عن كل الملذات والأطياب التي ترغبها النفس البشرية، لكن الروح المتعلقة بخالقها دائماً تحتاج أيضاً إلى نوع من التهذيب، حيث تقام خلال فترة الصوم العديد من الصلوات الخاصة بهذه المناسبة، منها مدائح العذراء التي لا يجلس فيها، فالعذراء القديسة لها تكريم مميز خاصة في هذا الزمن، حيث رافقت السيد المسيح حتى آخر لحظات حياته على الأرض. أياتها الفارق قدسها والدة الإله خلصينا، إننا نهتف إليك بأنغام الأناشيد عن إيمانك يا جديرة بكل مدينة. تقام مدائح العذراء في الكنيسة الأرثوذكسية طوال فترة الصوم المقدس كل يوم جمعة، فيه تكون الطلبات والابتهالات موجهة كلها لوالدة الإله، فهي المساعدة والمشاركة في عمل خلاص البشرية. والدة الإله خلصينا، افرحي أياتها السيدة الطاهرة يا مستضيفة للعالم، افرحي يا سلما أصابت الجميع من الأرض بالنعمة، افرحي يا جسما ناقلا حقا من الموت إلى الحياة جميع الذين يمدحونك. والمدائح هي خدمة تقريض لوالدة الإله مرتبطة بعيد البشارة الذي يقع في الصوم الكبير، وهي عبارة عن نوعين من التسابيح القنداق والقانون، حيث تتلى ضمن خدمة صلاة النوم الصغرى، وهي أيضا خدمة كتابية بامتياز تسخر بصور العهد القديم التي تحكي قصة العذراء مريم واختيارها الإلهي وولادتها الرب يسوع المسيح وبتوليتها وقداستها. فجميع الصلوات التي تقام في الزمن الأربعيني هي تحضير للنفس والروح معا لاستقبال عيد الفصح المقدس، حتى نكون أهلا لهذا العمل الإلهي الخلاصي. وأقدم لك.